احنا معانا دلوقتي ابراهيم المنيسي، طبعا نجم برنامج ملك وكتابة، ملك وكتابة، وبيطلع بيدينا شوية معلومات بالبرنامج بتاعه على اليوتيوب. شخصية جميلة. هنشوف هيقول ايه ونرجع تاني. ماشي. اولا مساء الخير على المجري وتيجانا، على كابتن مصطفى عبده الكابتن الكبير والكابتن رمضان السيد تيجانا الكرة المصرية. وال على فكرة يعني اللي شاف كابتن رمضان السيد بعد ما جه وحتى قبل ما يجي من مصنع 36 واللي اسمه فريق التصنيع بعد كده، واللي شافه بيلعب مع النادي الاهلي وشاف جان تيجانا الفرنسي نجم فرنسا اللي عمل اعتقد 5 أو 6 دوري مع اولمبيك مارسيليا واللي كسر الدنيا مع منتخب فرنسا في كاس العالم 82 و86، اللي شاف تيجانا الفرنسي لا يمكن ما يقولش انه رمضان السيد النسخة المصرية الحقيقية والاصيلة من تيجانا. اتذكر انه في الفترة دي كانت الاخر ساعة بتعمل الملحق الرياضي بتاعها، وكمان الكواكب كانت بتعمل هدية مع العدد، رغم انها مجلة فنية كانت بتعمل هدية مع العدد بوستر لنجم الرياضي. كان لما بيتوفر ليا صورة لرمضان السيد احطها جنب صورة تيجانا لما بلاقيها نجم فرنسا ما تميزهمش عن بعض، ده في الشكل، لكن في الكرة في الملعب الحقيقة سبحان الله. الأداء الاتنين بيلعبوا لاعب وسط مهاجم، الأداء الحركي بتاعهم، الرجل الشمال العالية قوي في الكنترول على الكرة وفي الشوتنج وفي الباص، بالظبط رمضان السيد النسخة المصرية لتيجانا الفرنسي. الحقيقه رمضان السيد او كابتن رمضان السيد اللي بنتمنى له الصحه والعافيه دايما، واحد من النجوم اللي متعتنا كوره بجد. افتكر له مباراه لمصنع 36 اعتقد الكابتن مصطفى كان موجود فيها، والاهلي اتغلب 1-0، يمكن كان حمدي جمعه ولا مين اللي قلش اعتقد، وكابتن رمضان عمل مباراه كبيره قوي قوي على الاهلي وخرج مصاب، وما زلت فاكر شكله وهو شايلينه على النقاله وخارج، كان الاستاد القاهره فيه عايز افتكر مين الراجل العسكري الاسعاف الاسمر الرمز التاريخي للنقاله في استاد القاهره، وهو شايل الكابتن رمضان السيد ومخرجه، واتشال ساعتها على النقاله على النادي الاهلي على طول، لانه اعتقد بعديها جه النادي الاهلي على طول. رمضان السيد يا جماعه تيجانا المصري بجد، يمكن الميديا ما كانتش بعد كده الكابتن رمضان، تيجانا الفرنسي اعتزل تقريبا 90 91، وكابتن رمضان برضو كان بطل، فبالتالي الميديا مركزتش كتير على التطابق الكبير اكتر منه في الشكل، لا في الاداء الحركي والمهاري والرجل الشمال المميزة جدا. عشان كده كان كابتن رمضان السيد جدير انه النادي الاهلي يجيبه من مصنع 36 ويحقق انتصارات كبيرة جدا مع الاهلي ومع منتخب مصر، سواء في الالعاب الافريقية اعتقد او العاب البحر المتوسط كتير، لما شفنا تيجانا المصري ممتع ومبدع فيها. كل التوفيق يا كابتن مصطفى، ودايما وابدا الكابتن رمضان في احسن حال. هتقول ايه الهيمه بقى؟ طبعا الاستاذ ابراهيم ممتعنا الحقيقه في برنامج ملك طبعا وكتابه، الدويتو بتاع عادل طبعا مع الاستاذ عادل القيائي طبعا. انا من الناس الشخصيات اللي انا بحبها جدا. وبعدين انت عارف ايه، انا بحب الاهلاويه اللي هم بيحبوا ناديهم قوي، بيحبوا النادي قوي قوي، وما بيغلطوش في حد، وفي نفس الوقت ما بيغلطوش في حد، دي حقيقة، ودي اهم حاجه خلي بالك، وهو شخصيه جميله الحقيقه. طيب.